مش عايزه اصلا اعمل كده، ما عنديش الفضول، هجننكم. اهلا، واضح نهى عابدين. اغرب موقف حصل لي من معجب، كنت بصور في اسكندريه تحت الوصايه، واكتشفت في الاخر ان في اخر اليوم يعني ان في حد قاعد ومعاه صوره راسمها لي، بقاله اكتر من 20 ساعه قاعد ولا قال لحد ان هو عايز يتصور ولا بلغ الانتاج ولا اي حاجه، هو قاعد بس سال فين الكرفان بتاع نهى عابدين، وقاعد جنب الكرفان. انا مجرد ما نزلت لقيته واقف، فبجد اتبسطت، وفي نفس الوقت يعني استغربت ان هو قاعد كل الساعات دي ومستنيني بس انزل من الكرفان. وكان دي حاجه غريبه بالنسبه لي، كان ممكن يطلب ان يشوفني او يقول لحد، بس هو كان قاعد اكتر من 20 ساعه، فكانت غريبه. دي حقيقة، سهل أبكي، أنا سهل أبكي. آخر مرة بكيت في موقف كان فيه ظلم كده أنا تعرضت له فبكيت. لو كنت غير مرئية لمدة 24 ساعة بالنسبة لي مش اوبشن، مش هستخدمه. يعني هعمل ايه؟ ممكن اروح اتجسس مثلا على ناس او ادخل في وسط مجموعه عشان اسمعهم؟ ما احبش اعمل كده، لا مش عايزه اصلا اعمل كده، ما عنديش الفضول. اكتر موقف طريف حصل لي في التصوير، كنت مره بصور مع تايسون محمد ممدوح في مسلسل، وكنا بنصور يعني في المريوطية أو كده وديكور، ولقينا بورس، وكنت أنا وهو قاعدين يعني في الديكور، قعدت أصرخ كتير جدا، فالناس مش فاهمة أنا بصرخ ليه، عمل لي حاجة تايسون، فاكتشفوا إن في بورس. لا، أنا أكتر حاجة مجنونة عملتها في حياتي، هو أنا مش بشوفها يعني قرارات مجنونة، بس ممكن ناس تانية تشوفها قرارات مجنونة. عندي القدرة ان انا اقطع علاقتي بحد وكأني ولا شفته ولا عرفته ولا اتخلق في الدنيا، انتهى تماما، لم يكن. لو اذاني نفسيا، شكرا، واضح.